السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طفل بالمول عم يعيط ويصرخ ويضرب رجليه بالأرض، ويمكن يضرب راسه بالحيط أو يرمي الأشياء من حوله، ويسب ويشتم كمان. طوله أقل من متر لكنه قدر يستفز كل من حوله ويصيب أهله بالإحراج. يعتبر هذا المشهد شائع ومألوف ومنشوفه تقريباً كل يوم. للأسف يمكن تعودنا له هو أحد أسباب انتشاره، ويمكن خجل الأهل بهيك حالة هو يلي بيخلينا نبتعد ويمنعنا عن توجيه إلهم أي كلمة. ولسان حالنا بيقول بكفي القدر الكبير من الحرج يلي أصيبوا به أهل هذا الطفل. نعتقد الانسحاب والسكوت هو الأفضل، فمنقرر ننسحب بكل هدوء وكأن شيئاً لم يحدث. يلي خلاني أعد هذه الحلقة مو تصرف الولد أبداً، لأنه تصرفه هو مجرد انعكاس لطريقة وأسلوب تصرف أهله معه. يلي بيستفزني حقيقة دوما طريقة تعامل الأهل مع هيك موقف. منهم من يخجل ويصيبه الغضب فبيضرب الطفل أمام كل الناس لحتى يوصلهم رسالة إنه لسه الأمور تحت السيطرة، وأنا بقوتي وسلطتي التربوية رح حط حد لهذه المهزلة. أو منهم بيستجيب لطلبات الطفل وبيعطيه كل شيء تجنبا لصراخه وخوفا من نوبة الغضب يلي رح تخلي كل من في المول يلومه ويتهمه بالبخل وقلة الحيلة. فالتصرف الأسلم برأيه أنه يعطي الطفل كل يلي بده إياه، فبتنطفى ثورة الغضب بثواني. مثل ما لاحظتوا الولد العصبي هو عنوان حلقتنا لليوم. يا ترى هل بإمكاننا الحد من هذه الثورة والسيطرة على الطفل قبل استفحال هالسلوك وتحوله إلى عادة؟ وما هي أسباب هذه العصبية؟ خلينا نبدأ بالأسباب مباشرة. أولاً، القسوة في التعامل مع الطفل وتقليل مساحة الاختيار أمامه وحرمانه من أمور غالية عليه. كل هذا كفيل أنه يلخبط عنده خريطة الحب، فهؤلاء الأشخاص يلي المفروض يحبوه ويعطيه كل ما يرغب فيه بيمنعوه بهاي الطريقة وبيأذوه، فبينمو عنده حب الانتقام فبيتصرف في عصبية ليحرجهم أمام الآخرين ويخرب الأشياء يلي بيحبوها. ثانياً، الشعور بالنقص سواء كان بسبب وجود مولود جديد يلي سلب قلوب الجميع وحظي بالأضواء، أو بسبب الفرق بالشكل بينه وبين أحد أخته ولا سيما عند البنات. فالبنت يلي بتشعر بالنقص بتتصرف بعدوانية وبتدمر أشياء أختها الجميلة ظناً منها إنها بتلفت الانتباه إلها ولو بطريقة سيئة، وبالتالي ستحظى هي بالأضواء ولو لبرها، وهذا بحد ذاته تشفي وارتواء. حتى ممكن يكون السبب أنه الطفل الآخر أذكى منه أو تحصيله الدراسي أفضل منه، فيحاول يمزق له دفتره ويخرب له واجباته ليظهر هو الأفضل. 3. كبت الطفل وعدم السماح له بالتعبير عن مشاعره يولد انفجار عنيف في سلوكيات الطفل، فممكن يؤذي نفسه وكل من حوله فقط للتنفيس عما يغلي في صدره. 4. أحياناً تشجيع الأهل للطفل على أنه يكون عدواني ويضرب الأطفال الآخرين ليثبت قوته وأنه ما حدا بياخد حقه منه. 5. وأحياناً بيكون التقليد هو السبب، فالأم عصبية والآب عصبي وكل من في البيت يتكلم بعصبية، فكيف رح يطلع الطفل هادي ورايق؟ 6. التعرض لأفلام الرعب وكثرة استخدام الأجهزة الذكية تزيد من الشحنات الكهربائية بدماغ الطفل وتزيد أيضاً نسبة عصبيته. 7. ضيق مساحة البيت وقلة النشاطات الخارجية واعتناء الأم بنظافة ورتابة البيت أكثر من رعاية أولادها، فالأم ما بتسمح للطفل بحرية الحركة خوفاً على أثاث بيتها وأناقته. 8. وفي كثير من الأحيان تلعب الخلافات الزوجية دوراً كبيراً في زيادة عصبية الطفل تعبيراً عن خوفه وقلقه وعدم شعوره بالاستقرار. أعتقد الآن صارت الأعراض والأسباب واضحة تماماً وصار وقت أول الحلول. 1. تدريب الطفل على التعبير عن مشاعره وطلباته منذ صغره، وإذا فاتك الأوان فعليك التدرج من الآن، وسبق وحكينا بحلقة سابقة عن كيفية ربط السلوك بالمشاعر، أرجو العودة إليها. 2. جفف المنابع. هالقاعدة تعني التجاهل التام لعصبية الطفل مهما فعل، طبعاً بعد إبعاد الأدوات الحادة عنه وتشجيعه على الهدوء خارج وقت النوبة، فطبيعي جداً بعد فترة رح يشعر الطفل إنه عصبيته لم تجدي نفعاً وإنه هدوءه هو يلي بيجعله محبوب وبيمنحه الحصول على طلباته، فبيقرر ترك العصبية تلقائياً. لكن طبعاً الأمر ما بيتحقق بيوم وليلة، لازمه وقت كافي لحتى يتم التعديل. 3. منح الطفل امتيازات خاصة بحال كان هادي، مثلاً ساعتين أو 3 كاملتين، أو إذا تصرف بأدب أثناء التسوق،
أو إذا كان أثناء زيارة الضيوف هادي. رابعاً، تسجيل الطفل بنادي رياضي يفرغ فيه طاقاته السلبية، سواء كان نادي سباحة أو ألعاب كرة أو غيرها. خمسة، تهيئة المنزل للعب الطفل وتسهيل حركته، فملء البيت بالتحف والأثاث الفاخر يحد من حركته وبيشعره أنه في سجن. فما فائدة بيت مزدان بأجمل المفروشات بينما الأطفال حزينين ومكتئبين وعصبيين؟ ستة، القدوة الحسنة، فنحن كوالدين مطالبين نكون مثال صالح للاقتداء، فلا يمكن نطلب من الطفل شيء ويشوفنا نتصرف في عكسه. وكما تقول القاعدة التربوية، لا تعطي الأوامر، افعل وسأفعل مثلك على الفور. وما ننسى أنه الاتفاق بين جميع الأطراف المعنية بتوجيه الطفل له الفضل الأول في التخفيف من عصبية الطفل. فالطفل يلي عايش في بيئة متناقضة وكل من الأب والأم بيحكي عن التاني بطريقة غلط، ولما يروح على المدرسة أيضاً بيلاقي متناقضات أخرى، فعلى الأكيد رح يتشتت وتصيبه العصبية لفقدانه البوصلة الحقيقية للسلوك السليم. فممكن الأهل يعلموه الصدق ويجي المعلم أمامه يكذب خوفاً من المدير، أو تمنعه الأم من أكل الحلوى مساءً والأب يسمح له عندما يأتي، والجد يسمح له يشتم ويضحك على كلماته، ولما يجي الأب ينهاه ويقول له عيب. سابعاً، التخفيف من الخلافات الزوجية له الأثر الكبير لاستقرار حالة الطفل وشعوره بالأمان، هذا يؤدي إلى هدوءه وطاعته وقيامه بتصرفات لائقة. ثمانية، القانون في الأسرة مهم للغاية وخاصة للطفل، إذا كان عام للجميع ويكون القانون أيضاً ثابت وغير متغير وما يكون له استثناءات قدر الإمكان. القانون يعرفه حدوده وبيمنعه من التجاوز على الآخرين. تسعة، الاحترام في التعامل بين الجميع، فالطفل المحفوف بالتقدير والاحترام بيخليه احترامه لنفسه يحافظ على الصورة الجميلة عنه بعقول الآخرين، حفاظاً على هذا الشعور الجميل. أما الطفل المهان ويلي الكل يستهزئ فيه ويبخه، فسهل عليه جداً يرد الإساءة بأسوأ منها، ويمكن يضرب ويشتم كمان. عشرة، في حال عصب الطفل وبدأت نوبة الغضب، فإياك عزيزي المربي تعصب مثله أو تضربه، أو حتى لو كنت بالشارع، فعصبيتك راح تزيد الأمر سوء وراح تعطيه الضوء الأخضر للقيام بكل شيء ممكن يخطر بباله. كوني عزيزتي الأم هادئة وانزلي لعنده وخبريه أنه من الآن فصاعدا راح نتغير، وأنه ما بقى نسمح له بهيك تصرف مهما كان. تكلمي بعطف ولكن بحزم، كوني جدية وما تترددي، راح توصل له رسالة إنك ما عم تمزحي هالمرة وإنه تهديدك جدي وحتمي. 11، بعض الأطفال ما بيحبوا أحد يلمسهم أبداً أثناء الغضب، فلا تثيري غضبه وتحاولي تهدئته بلمسه. بعد النوبة من المهم جداً التحدث معه بهدوء وإنه هالمرة مرت بسلام، لكن سيعاقب في المرة القادمة، ورح يمنع مثلاً من الخروج إلى السوق. كوني جدية وافعلي ما هددتي به ولا تتعاطفي معه. 12، ربما كان سبب هذا الغضب جوع أو نعاس الطفل، فلا تساوي بين جميع النوبات، احرصي على تتبع السبب أولاً، فإذا عرفتي السبب قدرتي تسدي الحاجة فبتحصلي على نتائج طيبة. بعد النوبة حضن والكثير من القبلات لتشعروا بالاطمئنان، هذا مهم للغاية. وصلي له رسالة بإنكم ما زلتم أصحاب وعليه يحافظ على هذه الصداقة. 13، بحال كنتي في السوق وتصرف الطفل بسوء وأخذ مثلاً لعبة أو شوكولا وأصار بده إياها، تجاهليه بالأول، فإن عند خديها واطلبي من البائع أنه يلعب الولد باللعبة شوي ثم يرجعها، وعند الحساب يرجعها للبائع من غير ضجة، ومع الوقت رح يتعود الطفل هذا السلوك ورح يرضى فيه لأنه أشبع فضوله للعبة. أهم شيء ما نكافئ صراخه وعناده بالاستسلام. بإمكانك تاخدي معك لعبة أو شيبس أو شوكولا تعطيها وقت النوبة. بعد ما فردنا أسباب وأعراض العصبية وحكينا عن كثير من الحلول، أعتقد ما فينا نقول عن طفلنا عصبي، لأنه أولاً وأخيراً نحن يلي صنعناه ورضينا له هذا اللقب، والآن صرنا لازم ناخد خطوة للوراء ونرجع لحتى نراجع كل سلوكياتنا ونعيد الحلقة مرة ومرتين لحتى نقدر نحفظ الحلول ونحاول تطبيقها بهدوء. وكالعادة وصلت حلقتنا للنهاية، حكينا اليوم عن حلول تخفف من عصبية الطفل، منها أولاً تدريبه على التعبير، ثانياً تجفيف المنابع السلبية، ثالثاً كن أنت قدوة عزيزي المربي، رابعاً سن القوانين.
أراكم على خير وسعادة تامة أتمنها لكم ولأبنائكم، ولكم مني كل السلام.